ويشوفوا اش كيدار. الا داكشي اللي كيدار مزيان يقولوا مزيان، يمكنناش حنا نقولوا شي حاجه مزيانه خايبه. دابا كنشوفوا في بلادنا بعض الامور مزيانه ما عندنا ما نقولوا، كنشوفوا اكبر مجال في البلاد اللي هو القضاء. ما بقاش القضاء اليوم يمكن يتقال القاضي يدير اللي بغى، ولاو بحال اللي كان شحال هذه يعني اليد ديال العداله تمتد للمواطنين العاديين، بدات تمتد لبعض رجال القضاء الفاسدين. الحمد لله ان رجال القضاء فيهم ناس شرفاء ومحترمين. هاد من القضاة الفاسدين هادو مصيبه في حق الوطن. كون العداله ولا حيت شحال هادي ما كانش هاد الشيء، ما كانش ملي ولات العداله كنوصل لبعض القضاة لا بد من نقولوا بلي هاد الشيء ايجابي، لانه الرشوه قتلت العداله في البلاد. الرشوه افسدت كل شيء، واذا استقام القضاء وصار في الطريق الصحيح البلاد ستنجو، لان كل شيء مرتبط بالقضاء، من التعليم للصحه لكل صغيره وكبيره. وهذا الشيء هذا راه بدا وحنا ماشي كنتمناو نحطوا القضاة بزاف وداك الشيء، لا كنتمناو الا كان شي واحد فيهم كيخربق يفهم راسو يعمل عقلو ويرجع الله ويبعد على هذا الشيء هذا. وكنتمناو باش هذا الشيء هذا الشيء يكون عام، هذا المس اللي ولا كيمس بعض القضاة فهمتيني ولا لا، لانهم حصلوا يعني في جرائم ديال الرشوه مثلا ما يكونش انتقائي. هذا عنده اللي دافع عليه ما كاينش اللي يهضر معاه، هذا ما عندوش اللي دافع عليه كتوصلوا للعداله. لا، المغرب مبني على الملكيه، والملكيه عندها واحد القاعده، العدل اساس الملك، اذا ضاع العدل ضاع الملك لا قدر الله. فبحال هذه المسائل هذه كنشوفوا باللي بعض رؤساء الجماعات اللي كانوا معروفين بالولاء ديالهم للسلطه ولاو اليوم حتى هما كتوصلهم يد القضاء ويتابعون وتعتق وتعقل اموالهم.